السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ عبد العال درغام، مدرس اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي بالمدرسة. النهاردة هناخد درس من الدروس المهمة جدا. طبعا الدرس ده معتمد في المقام الأول على الدرس اللي فات، درس المجرد والمزيد، الميزان الصرفي. طبعا الميزان الصرفي من اسمه ميزان، بيوزن، بيدي لكل كلمة موضعها الحقيقي. طبعا احنا كنا فاكرين اللي اخدناه في الدرس اللي فات درس المجرد والمزيد، وعرفنا ان الفعل المجرد نوعين، يا اما فعل مجرد ثلاثي يا اما مجرد رباعي. المجرد الثلاثي بيتكون من 3 حروف أصلية زي ك ت ب، والمجرد الرباعي بيتكون من 4 حروف أصلية زي زل ز ل. الحاجة الجديدة اللي احنا هنعملها النهاردة ان احنا لازم نكون عارفين ان ك ت ب طالما فعل مجرد ثلاثي هنحطه احنا على وزن ف ع لا، تمام؟ طب لو طلع الفعل بتاعه مجرد رباعي قالك مفيش مشكلة، لو طلع زي زل زال على طول وانا مغمض هيبقى فعل لا، يبقى المجرد الثلاثي بيجي على وزن، برافو عليكم، فعل، والمجرد الرباعي بيجي على وزن فعل لا. حلو قوي كده، احنا بدأنا البداية بتاعتنا. يبقى انا اي فعل هيقابلني في الدنيا عرفت ان الفعل ده طلع مجرد ثلاثي او مجرد رباعي هعرف اشتغل عليه. المزيد اللي هي كل حروف الزياده، وعلى فكره الميزان الصرفي ممكن يساعدك في انك تطلع كمان الفعل المزيد بطريقه سهله جدا. مثلا تعالوا نشوف كده المثال الاولاني، كتاب. طبعا احنا قلنا طالما ك ت ب ثلاثي مجرد على طول يجي على وزن ايه؟ ف ع ل. طيب اهو زل زال، عملت لها جدول. خلي بالك الجدول ده بيريحك كتير جدا وانت بتشتغل الدرس ده، يعني انت لو جربت تاخد الدرس ده وتحطه دايما في الجدول هتلاقي نفسك الاجابه بتاعتك بتطلع بمنتهى البساطه والسهوله. زل زال اهو فعل لا. لما اجي اقول لك هدى، ما انا عارف ان هدى في تضعيف موجود فوق، التضعيف ده بيتحرك معايا بحرف، لما باجي اوزن بضطر ان انا افك التضعيف ده فرجعته الاصل، فبقى الفعل هذا ده هجيبه طبعا على وزنه، هذا ده مجرد ثلاثي يبقى على طول ايه؟ برافو عليكم، فعلا. حلو قوي. فهيمة برضو على وزن فعلا لانه مجرد ثلاثي. طب تعالى على الفعل الأخير، زخرفة. طبعا احنا عارفين من الدرس المجرد والمزيد ان زخرفة ده فعل مجرد رباعي، وطالما مجرد رباعي يبقى في الميزان الصرفي الوزن بتاعه شكله ايه؟ برافو عليك، وهتبقى فعلالة، يبقى زخرفة على وزن فعلالة. تمام جدا. كمان عندنا مجموعة أفعال زي اللي موجودة قدام حضراتكم دلوقتي. ما أقول لك أهمل على طول، أنت عارف إن أهمل الفعل أصله همل همل على طول، همل على وزن فعل. بصوا نعمل في الجدول إيه الأول، كتبت ال4 حروف بتوع أهمل، وبعد كده معلم إن الفعل أصله همل، يبقى فعل لا، أقوم حاطط الحرف الزيادة اللي قدام اللي هو الهمزة، بقى أهمال على وزن إيه؟ أفعال. طبعًا السؤال بيجي لي في الامتحان، زين كلمة أهمل، طبعًا أنا مش هعمل له الجدول كده وأسكت، لازم أقول له إيه؟ أهمل على وزن أفعل. الجدول ده عشان بس يساعدك إزاي تطلع الوزن، لكن في الإجابة في الامتحان لازم تقول أهمل على وزن إيه؟ أفعال. الفعل الثاني اللي قدامي حاسبة،
حاسبة. طبعا انا عارف ان حاسبة الفعل بتاعها حاسبة. حاسبة لما اجي اعمل الجدول بتاعي كتبت في الجدولات حاسبة. طبعا انا عارف ان اصلها ح سي ب، اقوم حاطط حاسبة فعل مجرد ثلاثي يبقى احطه على وزن فاعل. الحرف الزيادة بنزل زي ما هو الالف نزل، يبقى حاسبة على وزن فاعلة. تمام يا شباب؟ تمام. الكلمة اللي بعديها والفعل اللي بعديه اجتمع. اجتمع طبعا الفعل الأصلي بتاعه جمع. جمع طبعا لو انتوا كده من الوهلة الأولى عرفتم إن جمع على وزن فعل لأنه مجرد إيه؟ ثلاثي. برافو عليك. يبقى تام الفعل جمع مجرد ثلاثي. يبقى وانا مغمض عيني هعمل الجدول بقى واحط فيه اجتمع، وقدام الجيم احط الفه بتاع جمع فعل، والميم حطيت العين، والعين حطيت اللام، تبقى جامع فعل. واقوم حاطط الحرفين الزياده زي ما هما، يبقى اجتمع على وزن افتعل. تمام. جاي بعد كده انا عندي طبعا الفعل استخرج، وزي ما انتوا عارفين ان استخرج اصلها خرج. خرج طبعا مجرد يعني الفعل خرج نفسه مجرد ثلاثي، طالما مجرد ثلاثي يبقى على وزن ايه؟ فعل. طيب هحطه في الجدول بتاعي زي ما هو استخرج، تبقى اهي خرج فعال، واحط الثلاث حروف الزياده استخرج على وزن استفعل. بعد كده عندي تزلزل. تزلزل طبعا الفعل الاصلي بتاعه زلزال. زلزال على وزن فعلال. على طول اشتغل في الجدول تزلزال، تبقى زلزال فعلل، تزلزال تفعلل. طبعا ده ميزان، ما تحاولش انت تقعد بقى تقول لي مثلا يعني ايه تفعلل، احنا خلاص احنا عارفين ان ده بيوزنها بس، يعني كلمه ما بتبقاش ليها معنى. تمام. تقاتل. تقاتل تقاتل طبعا الفعل الاصلي بتاعه قاتل، وده مجرد ثلاثي برضه هيبقى على وزن فعل. يبقى همسك الجدول بتاعي واكتب تقاتل، واقوم حاطط علامة صغيرة كده على قاتل علشان اكتب الإجابة بتاعتي فعال، واحط الحروف الزيادة زي ما هي الت والألف زي ما هم، يبقى تقاتل على وزن تفاعل. طبعا زي ما اتفقنا الجدول بيسر لي بس الطريقة، لكن الإجابة بتاعتي في الامتحان هقول له تقاتل على وزن تفاعل. تمام يا شباب؟ تمام. تعالوا نخش ونكمل الجزء الثاني النهارده. هنكمل مع ميزان الأفعال. حسن. ركزوا في الحركة اللي أنا عملتها دلوقتي، لأن الحركة ديت أنا عاملها مقصودة، عامل مقصود إن أحط لك الفعل حسن وأحط جنبيه، أحط لك جنبيه الفعل استقر. ليه؟ قال لك علشان خاطر حسن الفعل أصله إيه؟ حسنا. حسنا حسنا ده فعل مجرد ثلاثي يبقى على وزن فعل أهو، يبقى أحط له حسنا الفعل أصله حسنا فعلا. ايه ده؟ بص بقى كده انا عملت ايه؟ في شده. الشده هنا نزلت زي ما هي، طب ليه انا حطيت الشده هنا زي ما هي كده بالمنظر ده؟ علشان ده حرف زياده، فانا حطيت الزياده زي ما هي بالظبط، يبقى حسنا على وزن فعالة. فعالة فعالة فعالة. تمام. تعالوا بصوا بقى على الفعل الثاني استقر. طبعا الراء هنا المفروض يا مستر بتكون عليها شده، اقول لكم برافو عليكم. استقر الراء عليها شده، فانا كاتبها لك تحتيها ايه؟ قر. طبعا احنا لسه واخدينها فوق،
قرة الشدة دي بتتحسب معاها بحرف، يبقى الفعل أصله قاف راء راء. لما باجي أوزن بقى لازم أفك التضعيف ده يا حبايبي، يبقى قا را را فا عا لا، يبقى استقر على وزن استفعل. يبقى على طول لما جالك زن كلمة استقر هتقول لي استقر على وزن ايه؟ استفعل. برافو عليكم. تعالوا معايا بقى على الحتة اللي جاية ديت، لأن الحتة اللي جاية ديت حتة من الحتت الصعبة جدا في الدرس، بس إن شاء الله رب العالمين هتبقى سهلة عليكم. قل، اوزن كلمة قل. بصوا أنا عامل تحتها إيه؟ الحركة ديت عشان تسهل لي أنا إن أنا أعرف أطلع الحل. أنا عارف إن قل أصلها قال، وقال على وزن فعال. أنا عامل دايرة كده صغيرة أو تحويطة كده على القاف مع الف واللام مع اللام، وهعرفكم ليه دلوقتي. لأن قل لما أجي أحطها في الجدول هلاقيهم حرفين بس. فأنا برجع أمسك قل، القاف قدامها إيه؟ ها؟ الف، أو حاطط الف. اللام قدامها ايه؟ ها؟ اللام قدامها لام، يبقى احط اللام، يبقى قل على وزن فل. صعبه؟ نفس القصه. ادعو، بصوا انا حاططها برضو تحتها عشان تسهل عليها الوضع، تبقى دعا على وزن ايه؟ فعل. دعا على وزن فعل. ها؟ ابدا اكتب ادعو زي ما هي موجوده قدامي. ادعو. انا عندي دال وعندي عين، وفي الأول خالص حرف الألف، بس أنا عندي في الفعل هنا دعا فعل. طيب هاخد الدال أول حرف قدامي مع أول حرف قدامي، الدال أهو، وأحطه قدامه الف. طيب العين قدامها عين، أدي عين حطيت العين. طب يا مستر هو الألف دي راحت فين؟ أقول لك أهو مش موجود، الفعل وقف عند الحتة دي، حرف الألف ده مش موجود. طب هنعمل ايه في الحالة دي؟ قال لك يبقى الوضع على ما هو عليه، الدال تفضل محطوطة قدامها الف، والعين قدامها العين. الألف هنا حرف زيادة، أحط قدامه الألف. أوعى تتلخبط وتيجي تقول لي يا مستر أنا عايز أحط هنا، ما أنا ممكن أقول ادعو ليه دعا فأقوم مطلق. لا ما تتلخبطليش، الألف هنا هو في أصل الفعل وفي آخره، وما دام مش موجود عندي آخره يبقى هو محذوف، يبقى ادعو على وزن إيه؟ افعل. استقم، استقم جايه من الفعل قام، قام على وزن ايه؟ فعال. انا هحط استقم في الجدول بتاعي عادي جدا، وهشوف الحروف اللي جت معايا من استقم. قام اللي جالي منهم حرفين بس، القاف والميم، قمت كاتب قام، قمت محوط على الحروف بتاعتي عشان اتاكد من الاجابه بتاعتي، لقيت القاف قدامها الف قمت حاططها. وادي حرف الميم قدامه حرف اللام قمت حط، احط بقيه الحروف الزياده زي ما هي. يبقى استقم على وزن استفل. الطريقه دي هي الطريقه السهله اللي تخليك توصل للاجابه باسرع وقت وباسهل طريقه. عندنا كمان الفعل قف. قف، قف اصلها ايه؟ وقف. طبعا وقف على وزن فعال. برضه بحوط على الحروف بتاعتي عشان اعرف ان انا ايه اركز. انا عندي القاف والف، هعمل ايه؟ احط القاف والف. القاف قدامها ايه؟ عين، قمت حاطط العين. الف قدامها ايه؟ لام، اقوم حاطط اللام. يبقى قف على وزن عل. يبقى لما يجي يقول لي في الميزان اوزن، ها اوزن لي يلا كلمه قف، هيجي لي في الامتحان يقول لي زن كلمة قف. قف هنا على وزن ايه يا شباب؟ على وزن عل. برافو عليكم جدا جدا جدا. هنخش على الجزء الثاني النهارده اللي هو جزء الاسماء. الاسماء اصلا جزء مش من الاجزاء الصعبه، يعني سهله جدا، هي نفس الموضوع بالظبط. بقول لك هنا اذن كلمة، زن كلمة سامع. سامع طبعا على طول وانا مغمض عينيا هجيب الفعل الماضي من سامع، لقيتها ايه؟ سامعة، سامعة، سامعة؟ اه سامع. طب اعمل ايه؟ حط الوزن بتاعها عادي خالص، فعالة مش فعل ثلاثي ده، سامعة فعالة.
واعمل الجدول بتاعي اكتب فيه سامع زي ما انتم شايفين كده، بعد كده احط علامة سامعة عشان ما لخبطش نفسي، واحط فاعلة. انا عندي حرف زيادة اللي هو حرف ايه؟ الالف، ينزل زي ما هو. يبقى على طول كده وانا مغمض عينيا سامع على وزن فاعل. فالكلمة اللي بعدها الاسم اللي بعده مكتوب. مكتوب الفعل بتاعه طبعا لما تكبروا شوية في ثالثة اعداد هتعرفوا ان الفعل بتاعه كتيبة، بس انتوا عشان لسه في ثانية هتعرفوا ان هي كتبة، مفيش مشكلة مش هتتأثروا انتوا بيه. كتب، كتب ده فعل. فعل ايه؟ مجرد ثلاثي. طالما مجرد ثلاثي يبقى على وزن فعل. عامل جدولي مكتوب، تبقى كتب فعل مكتوب مفعول. حلو قوي كده. تعالوا بقى نعمل، طبعا المفروض ان انا وانا بحط لكم الصفحة دي انا حاططها علشان حضراتكم زي تدريب ليكوا كده. كلمة الاسلام، انا عارف ان اسلام اصلها اسلم، ولما بشيل حرف الزيادة اللي هو الهمزة يبقى سلم. سلم فعل، اهو كتبت الاسلام في الجدول زي ما انا متعود، ودي سالم على وزن فاعل. حط كل الحروف الزيادة زي ما هي، يبقى الاسلام على وزن يا شباب الافعال. ممتازين جدا. انا نفسي بقى حضراتكم يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا نكتب كلمات كتيره، ونفضل ان احنا نتمرن علشان خاطر لما نتقوى اكتر في الدرس هتلاقوا الموضوع سهل جدا جدا جدا. جديره، جديره هات الفعل بتاعها جدره، جدره على وزن فعلة. طبعا جدره على وزن فعلة، يبقى حط على طول جدره على وزن ايه؟ فعلة. تبقى جديره على وزن فعيله. على فكرة كمان الدرس بتاع الميزان الصرفي ده هيساعدك جامد جدا في انك تكشف في المعجم، المعاجم طبعا اللغوية، لما بنيجي نكشف فيها معجم ده قاموس كبير فيه مئات الصفحات، علشان خاطر ادور على معنى كلمة جديرة ديت مش هقعد ادور بقى من اول صفحة واحد لحد صفحة كام، لا انا هوزن كلمة جديرة واعرف الفعل اصله جدرة، عرفت ان هو جدرة، يبقى دور على الصفحات اللي فيها حرف الجيم مع الدال مع الراء، هتعرفوها دي طبعا ان شاء الله في الدرس اللي جاي. المقوى، المقوى انا عندي قاوية على وزن فاعلة، عملت الجدول بتاعي عادي جدا وكتبتها وقمت قايل قاوية فاعلة. المقوى المفعل، طبعا حطيت الحروف الزيادة زي ما هي. تعالى بقى معايا على الحتتين دول، هما اللي جايين دول، هما دول اللي في الدرس كله، أصعب حاجة ممكن تجيني في الدرس ده. تمام؟ أول حاجة عندي جهة. أنا عارف إن جهة الفعل بتاعها واجهة، واجهة على وزن إيه؟ فعالة. عملت التحويطة بتاعتي عشان خاطر أركز في الإجابة، وقمت حاطط في الجدول جهة. طبعا المفروض احط هنا العلامه اللي انا متعود عليها، بس انا عشان خاطر كنت عايز اعرض لكم الدرس على طول فما حطيتهاش. انا عندي جهه اهوت، الجيم اهيت، اهيت الجيم قدامها العين، يبقى جيم قدامها عين. بعد كده اله، اهو ابص على اله لقيت قدامها لام، اهو حطيت اللام. حرف زياده التاء المربوطه، حطيت التاء المربوطه، يبقى جهه على وزن ايه؟ عله. طيب عظة الفعل بتاعها وعصى، وعظة، وعظة اهي فاعلة. احط عظة واشوف العين قدامها ايه؟ العين قدامها عين، حطيتها. الظاء قدامها ايه؟ الظاء قدامها لام، حطيت اللام. التاء المربوطة زيادة احطها زي ما هي، يبقى عظة على وزن علة. افعال ما بتجيش في الامتحانات كتير، أو ممكن تكون ما بتجيش خالص، بس تعرفوها لنفسكم. عي، عي جاية من الفعل وعى. برضه عندنا فعل تاني قي، جاية من الفعل وقى.
في جاي من الفعل وفى. انت عارف ان عين اصلها وعى يبقى على وزن فعل. هبدأ نحط العين اللي موجودة قدامي واشوف قدامها ايه. العين قدامها ايه؟ قدامها عين، يبقى عي على وزن عين. يبقى لو قلت لك زين كلمة عي هتقول لي عي على وزن عين. اخر فعل، اخر فعل معايا النهارده مش هناخد حاجة تاني خالص، الحمد لله رب العالمين كده خلصناه. اطمأن. انا عارف ان اطمأن الفعل بتاعها طمأن، طمأن على وزن، برافو عليك، فعلا. هحط الجدول بتاعي وابدا ان انا اشتغل طمأن فعلا. بعد ما حطيتها هحط الحرف الزياده زي ما هي، ادي الالف اتحط وادي التضعيف اوعى تنسى تحطه. يبقى اطمأن على وزن افعل. اتمنى طبعا ان الدرس يكون وصل لحضراتكم، وطبعا حضراتكم مش محتاجين مني ان انا افكركم ان لازم نتدرب بسرعة على الدرس دوت، ان احنا نحل اسئلة كتير جدا على الدرس ده. طبعا اللهم ارفع البلاء عن ارض مصر واهلها وسائر بلاد الدنيا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.